السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه وداد تولوز. اليوم غادي نقدم معكم شباكيه معمره بالتمر، كتجي سهله وبسيطه ولذيذه. نخليكم مع المقادير اللي غادي نحتاجو فيهم: 300 غرام ديال الدقيق، عجينه التمر، كاس مخلط ما بين الجنجلان واللوز مطحونين، نصف كاس ما بين زيت زيتون وزيت نباتيه، نصف كاس ديال ماء الزهر، ملعقه صغيره ديال القرفه وملعقه صغيره ديال النافع، وشوية الملح، ونصف ملعقة خميرة كيماوية. كنوضع جميع وجوج معالق ديال الخل أو ملعقة. كنوضع جميع العناصر في الطحان الكهربائي إلا الطحين. كندمج جميع العناصر حتى كتخلط مزيان كما كتشوفوا. من بعد كنضيفو على 300 غرام ديال الدقيق الابيض. كنجمع العناصر مزيان، وكما كتشوفوا كنبدا ندلك، ولا خاصنا الماء الزهر كنضيفوه. من بعد كنوضع معلقه ديال الكركم اي الخرقوم، وكندلك العجينه حتى كتولي بهذا الشكل. من بعد كناخذ العجينه من بعد ما ارتاحت، كنقطعها القطع. من بعد كي كورتها وجمعتها، غادي ناخذ الدقيق الابيض نديرو فوق الطاوله، ونحاول نمدد العجين ونديرو بحال كنصاوبو لا بات فيتي. هاد الطريقه باش يجينا مورق، وباش تساعدنا في ملي نكونو كنديرو الحشوه. درتو بشرائح طوال باش ملي نجي ندلك يجيني ساهل ياخذ لا فورم. غادي نستمر على هاد الطريقه تنكمل جميع الكويرات ديالنا. من بعد كنكونوا محضرين عقده ديال التمر، ممكن اننا نشريوها جاهزه ونضيفوا لها جنجلان، قرفه، مسكه حره اي ميستيكا، او اللوز. انا هنا ضفت ليه اللوز اللوز والجنجلان ما محمرينش حيت غادي يتقلاو في الزيت غيتحمروا، وضفت ليها شويه ديال الماء الزهر والقرفه. كناخذ العجينه الاولى اللي مددنا، كنحاول انني نحلها رقيقه. اللي عنده الماكينه ديال الشباكيه ممكن يستعملها، انا هنا استعملت غير دلاك. كنوضع حربول ديال التمر، كنلويه اللويه الاولى وكنضيف شويه باش تدخل عندنا ديك الثانيه للداخل. كنحاول انني نشدو مزيان في الجوانب، وكنخلي واحد المسافه شويه ديال العجين باش منين يطيب منين يتقلل هذا التمر ما يخرج لناش. انا هنايا بغيت نزوقو بهذا النقاش، درت عليه زوقات الفوق كما كتشوفوا، يعني بدلت الشكل. ممكن اننا نستعملوه نديرو دوائر ونديرو دوائر ديال التمر ونشكلوه كما بغينا. انا هنايا شكلت صبيعات. كنقطعو ونقشو بالنقاش. حاولوا البنات توك الجوانب انهم يتشدوا مزيان باش منين تقللنا الشباكيه ديالنا ما تحلش. يعني الطريقه ديال التزيين اختياريه، يعني كل واحد ممكن يدير الزواق اللي بغى، الرسوم اللي بغى. من بعد كي كنساليو جميع الاصابع اللي درنا ديالنا، غادي نخليوهم شي شويه يرتاحوا يشدوا راسهم، وباش ديك الرشمه اللي درنا من الفوق منين تقلى في الزيت تبقى صاينه ما تهبطش، حيت الا قليناهم دابا ما غاديش تبان ديك الرشمه. كنخليوهم هكا نص ساعه حتى ساعه ديال الوقت، عاد نبداو القلي. انا غادي نستمر على الطريقه حتى نكمل جميع الحشوه اللي عندنا. كي سالينا الحشوه اللي عندنا وخليناها ترتاح، كنكونوا سخنا الزيت
درجة حرارة مرتفعة، من بعد نقصنا لها باش منين نحطو الشباكية تاخذ الوقت ديال الطياب ديالها، كتكون سخونة من بعد كتنزل ليها الحرارة وكطيب. كي كنساليو الطياب راكم عارفين بحال اي شباكية كنديروها في العسل حتى كتشرب من العسل، وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم، ونقول لكم مره اخرى رمضان مبارك سعيد، وان شاء الله ينعاد عليكم بالخير والسلامه والامن والامان.